من أمثال الحديث النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وما للدنيا ومالي، والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون.